نبص في ما هو قادم كابتن شريف، وقرعه كاس العالم للانديه، وعندنا مواجهه هنا الدحيل القطري. فخلينا نشوف من هنا البدايه وجهه نظر حضرتك ورؤيتك لهذه المباراه. بصي، دايما الاهلي ما تخافيش عليه لما يلعب مع بايرن ميونخ، يلعب مع الدحيل، يلعب مع الفرق الكبيره، فرقه كبيره جدا واخده الدوري السنه اللي قبلها، السنه دي هي الثاني في البطوله هناك عندهم، عندهم اربع محترفين جامدين جدا. بس الاهلي لما بيلعب مع الفرقه دي بيبرز كل امكانياته. الاهلي لما بيضغط بيبان التركيز وبيبان امكانيات وفرديات اللعيبه. الاهلي لما بيبقى مركز تماما وفي معسكرات تبقى فرصه، الاهلي لما بيبقى فيه عداله تامه وفير بلاي اعتقد ده تول بي يعني كم يعني في البطوله ان شاء الله يعني المفروض ده الاهلي ما تخافش عليه. الاهلي زي ليفربول هنا في مصر. لما بيلعب الدنيا كلها بتقعد تشجع، الدنيا كلها بتقعد تتفرج. طب لما يكون المنافس بقى خليجي، ويمكن احنا الفرق المصريه بشكل عام ملهاش احتكاكات كتير بالفرق الخليجيه، وفي بعض الاحيان ممكن تبقى خلفيتهم الى حد ما مجهوله. لا بس احنا بنتفرج دلوقتي على كل على السعوديه والامارات والحتت دي كلها، لان البطولات بقت كاس العالم قربت، التصفيات البطولات بقت مشحونه جامد جدا، في عوامل مواهب كبيره بنسمع عنها راحت للبلاد دي دلوقتي كذا محترفين، بتروح تشوفوا هنا طب كان بيعمل هنا في اسبانيا ايه وبيعمل ايه هنا دلوقتي في الملاعب بقت موجوده في البلاد العربيه من زمان، حاجه سحر انك تلعب على السجاد ده طبعا. الجو كله مهيئ ليك، العدد القليل اللي عندهم هناك فعاملين مساحات تخليك تحب تلعب، الادوات عندهم كويسه جدا، بيقترنوا بالغرب بشكل سريع جدا وبينفذوا بالحوافز وارتباطهم بالفيفا وارتباطهم بالاتحاد الاسيوي وارتباطهم بيك فرج عليك. لما الاهلي كسب قد ايه الامارات فرحت، وقد ايه الدنيا كرمتك، وقد ايه كل ما ينتمي الى الفانيلا الحمراء او لو كان اي حد تاني كسب برضه كان هيبقى بنفس الشكل، بيحبوا مصر، بيحبوا الشكل، ما احنا كمان نفس الشكل، احنا بنحب نتفرج على التقدم اللي هم بيعملوه في كل حاجه. يعني في لما تلاقي حته منوره كده وبتعمل كل حاجه كويس انت غصب عنك هتتفرج عليها، دي شكل الجيم حلو، هي عدم الجماهير بس اللي مخليانا كلنا ايه النقطه اللي انت اتكلمت فيها. يعني احنا بنشوف الحاجات دي، هل احنا بنقلب كده مع عدم الجماهير دي؟ انا امبارح اتفرج على تشيلسي وليستر سيتي مفيش جمهور وماتش جامد جدا، مش حاسس ان يعني الجول بيخش اتنين ثلاثه بيسقفوا يعني طيب عاملين ايكو ساوند على طبعا على الزمن. هو الايكو ساوند ده موجود علشان اهميه الجمهور للعيبه، فهو طبعا بيحاول يعوضه بحاجه يعني تكنولوجي. في مسرح من غير جمهور؟ لا طبعا طبعا 100%. بتدي تدعيم اكتر للعيبه، بتحركوا اكتر، بيحسوا بالغلط والصح، بياخدوا المكافاه، حكايه بس ربنا يسهل الشهرين دول وتعدي ونرجع تاني للشكل ان شاء الله.